ليش هذا الجدل بين المذهب السني والشيعي؟ باعتبار أن هناك اختلافات في سن البلوغ، وهناك اختلافات في قضية الطلاق، وهناك اختلافات في إجراء العقد، يعني قضايا اختلافات فقهية بين المشرعين يعني المذاهب. ولذلك هو اليوم يرجع إلى مذهبين رئيسيين، يعني المذهب الجعفري، ويرجع من جانب آخر إلى المذهب السني. وأيضا حتى بالنسبة إلى المذهب يرجع إلى كبار العلماء، يعني لا يتصور البعض أن الموضوع يعني أصبح هين، لأن هذا ممكن أن يرجع فيه إلى قمة الهرم أو قمة ما ممكن أن يصدر من فتوى في الجانبين.